الاسماعيلي بالليل اعلنوا مدرب قلناه على الهوا نص ساعه ولغوا التعاقد. هو كويس ان الموضوع ان المدرب يمشي مالكش الا مدرب تاني، ده حلو قوي، هتتعامل السنه الجايه. من السنه هي بدات من السنه دي هو يا مش مين. اختيار المدرب ده، بيخضع لمعايير طبعا وبيخضع لمعلومات وبتشوف وبتتابع عشان تقرر انك تتعاقد معه وتعلن، ده حقيقه صح؟ حقيقه. ايه تفسيرك بقى؟ هو انا مش عارف، المهندس يحيى الكومي شايف اللي هو في قرارات كتير جدا متردد، ياخد قرار النهارده بكره يغيره، النهارده المدير الفني استقال يروح يقعد معاه يجيبه يقعد يتكلم معاه يجيب. يعني الفتره اللي فاتت بيتهيألي الاسماعيلي اكتر فرقه غيرت مدربين، السنه اللي فاتت كتير غيروا جدا. مدربين كتير جدا، الراجل والموضوع شايف الارجنتيني كان اسمه براون، اه وكابتن حمد ابراهيم، وبعد كده ما انا حمزه بقول الجامل، وقبليهم ما اعرفش كان بادئ مين، ناس كتير جدا. الموضوع غريب جدا. ونادي الاسماعيلي لازم يبقى فيه استقرار اكتر من كده، لازم تبقى دارس بشكل كويس، دارس المدير الفني اللي هيجي، انت بتتعاقد مع صفقات مين اللي بيتعاقد معاها؟ انت دلوقتي هتجيب مدير فني يتعامل مع الصفقات اللي انت هتجيبها، ما جبتش مدير فني طبيعي، انت كان عندك وقت السنه اللي فاتت وعارف ان كابتن حمزه مش هيكمل، وكان عندك وقت الفترات اللي فاتت، انت ما لقيتش، هل ما لقيتش مدرب على صعب. جبت وبعدين ما يكملش ليه كابتن حمزه؟ مفنش كويس، يكمل حاجه غريبه بشكل. جدا برضه. هو كابتن حمزه مشى النادي للطريق الصح والامور مشيت بشكل كويس، السنه ده هيبقى في استقرار اكتر بالنسبه له. لو الجهاز الفني مكمل اه طبعا يبقى استقرار هيبقى فني، استقرار امثال فني، لعيبه، يعني وهختار هيجيب 3 لعيبه، 4 لعيبه مع هشوف الموجودين. النواقص بتاعتي ايه وهجيبها الكلام ده. وكابتن حمزه يعني ده عنده اللي طلبه خبرات، الكابتن حمزه على فكره، عنده خبرات من قبل كده في وده دوري اللي الممتاز. طلبه، ان هو يبقى ليه دور في اللعيبه اللي بتيجي واللعيبه اللي بتمشي طبعا والكلام ده. دي حقيقه، ده الف ب يعني الف ب في الكوره يعني. وبالنسبه للنادي الاسماعيلي، عشان النادي الاسماعيلي يطلع من الدوامه اللي هو فيها، انت بتتكلم النهارده على النادي الاسماعيلي السنه ده، او فرق كمان مش نادي الاسماعيلي بس، الفرق كلها اللي هي الفرق الجماهيريه بتتكلم، لو بصيت على اخر الجدول قاعدين بالعافيه كل الفرق، أربعة من الخمسة اللي فوق، التلاتة اسماعيلي اللي نزلوا، المصري إسماعيلي مصر الاتحاد الاتحاد المحل. محلة، يعني التلاتة اللي نزلوا فوقهم المحلة، اه فما أعرفش المصري والاتحاد أو الاتحاد والمصري والمحل اه والإسماعيلي، ف غريبة جدا. الموضوع مش طب هم جابوا سهل. صفقات، أنا ما أعرفش تعرفهم ولا لأ. بقول لك يا سيدي، الإسماعيلي أعلن عن ضم حمدي النجاز طبعا اه الباك رايت، بس هو حمدي بقاله فترة ما بيلعبش، بقاله فترة كبيرة من بس ساعة لو اتحاد جدة السنة اللي فاتت، بقاله سنة تقريبا. وكان مشي في شهر واحد تقريبا، كانوا او التعاقد أهلي جدة مش تعالى حمدي، اهلي أهلي جدة جدة. فكوا التعاقد معاه تقريبا في شهر واحد وقاعد من وقتها. من وقتها، بس لو رجع لفورمته حمدي لعب كويس، لو عمل فترة اعداد كويسة، وهو برضو عنده خبرات في الدوري المصري، فالموضوع ولعب كويس اه يعني طبعا بصراحة. حل كويس بالنسبة له. وجابوا فراس شواط، ده مهاجم صفاقس التونسي، انت عارفه، لا لعب الموسم اللي فات 27 ماتش في كل البطولات مع الصفاقس، تمام، جايب 4 اجوال، نسبه مش كبيره يعني، راس حربة وصانع 5، ولعب في المنتخب 12 مباراه، المنتخب التونسي قبل كده، جاب جولين، وراح نادي ابها السعودي كده 6 شهور ورجع ما كملش. يبقى هو طالما راح السعودية يبقى لعيب من اللعيبة كويسة، هكلمك راح على السعودية طول. بتاع 6 من 8 شهور، راح في يناير 2020 نادي أبها، رجع أكتوبر من نفس السنة، كان معار. أنا بقول لك، هو طالما راح الدوري السعودي أو العين راحت له في الدوري السعودي يبقى لعيب كويس بص، من غير ما أشوفه، لعب مع ولعب دولي الصفاقسي، كمان، أنت بتتكلم في لعب مع دولة. الصفاقسي 141 مباراة، كل اللي لعبه في تاريخه، جاب فيهم، ساهم في 67 جول، ما بين جاب و يعني جاب 47، رقم حلو جدا، جاب 47 وساهم في 20، رقم حلو جدا طبعا، كويس جدا طبعا. حلو جدا. اخر ماتش لشواط ده مع منتخب تونس كان في تصفيات افريقيا اللي كانت 21 مارس 21، يعني لعب دولي من قريب، وانا بقول لك طالما ما راح راحش كاس الدوري الامم، السعودي يعني ما راحش كاس الامم، ما انما هو كان لو راح معاهم في كنا التصفيات. هنشوفه. كان معاهم في التصفيات. فالاكيد اللي هو طالما راح الدوري السعودي وفرقه بصت عليه في الدوري السعودي يبقى لعيب كويس على طول. وفي لعيب اللي هو نور الزمان الزمور ده، سرد باك، وتعرف كانوا جابوا حد من غانا اسمه اياو انور، وجابوا حد من كوت ديفوار اسمه عبد القادر الكوليبالي، كلها بالنسبة لنا طبعا بالفراوده. صفقات مش معروفة قوي عشان ما حدش متابع الحاجات دي كلها، هيبانوا طبعا مع في الدوري والكلام دوت. والنادي الاسماعيلي السنة اللي فاتت أقل فرقة استفادت من الأجانب، ما يعني كلهم ما فيش لانه كان عنده اجانب كل فل، يعني جاب فول، اجانب كل، بس ما حدش مهدد، وقعدوا ما حدش ما بيلعب حدش فيهم لعب. خالص خالص يعني. للاسف برضو في انت البداية بدأوا وبعد كده اغرب حاجه في الدوري المصري، الاجانب بيقعدوا للمصريين، ده حقيقة. تشتري اجانب مش يقعدوا للمصريين، تشتري بدله. موضوع صعب. دي جديده يعني. طيب بيقولوا ان كابتن حسام حسن ممكن يجي مره الاسماعيلي، توقع كده؟
صعب يعني. مش صعب، هو مسك الاسماعيلي قبل كده بس مسك فتره بس قليله كابتن جدا، حسام عايز استقرار برضه في عايز الاخر، عايز استقرار، صفقات وعايز استقرار مادي دي حقيقه. بس الكابتن حسام من الناس اللي بتتعامل مع الانديه الجماهيريه بشكل كويس جدا، يعني هو هتجيب له، ما فيش انديه شركات مسكها او الكلام دوت، ما فيش الا بيراميدز كانت تجربه بالنسبه له، ومسك سموحه شويه مش تجربه. انا بكلمك برضه ما نجحش. مسموح كابتن حسام فهو انا بكلمك في الانديه يعني مع الجماهيريه الاتحاد كان كويس، مع كويس، المصري معقول. طبعا، المصري نجاحاته الاكبر طبعا مع المصري كمدير فني، اسماعيلي مسك قبل كده. ومسك الاسماعيلي والزمالك يعتبر برضو عمل فرقه في الزمالك كان بينافس على الدوري في السنه اللي الزمالك خسر فيها الدوري ديت باقل امكانيات، يعني بيقولوا لما مانويل جوتيه استدرجوا شويه برضو. ما بقول لك هو اقل امكانياته، الزمالك خسر ماتشات برضو كانت غريبه بالنسبه ده لنا كان شويه. فارق على الاقل 7 8 نقط كان انا ماشي فاكر كويس في السنه دي. الموسم، وانت كنت كمان الفرقه بتاعتك، يعني انت لو السنه قارنت دي اللي فرق لعب فيها ميدو اعتقد، لعب فيها ميدو 2010، مش هي السنه دي اللي هي تقصدها؟ الفين، لا ميدو 2009 ما لعبش 2010، كان اللي جه فيها بوكونيه مع الزمالك، اجابه بوكونيه، وكان موجود حسين ياسر وشيكابالا، انا بكلمك على الخط الهجومي، واحمد جعفر كان الفتره ديت كان الزمالك، وابراهيم صلاح كان في نص الملعب، وحسن مصطفى دي اللي الفتره اللي كان بينافس عليها في السنه ديت 2010، هو مشي بعد 2010، جه 2009 الزمالك كان في نص الجدول، كان وفنش الدوري تاني، كسب ماتشات كتير جدا حوالي 13 ماتش ورا بعض. هو شايف اللي هو ينجح مع الانديه الجماهيريه اكتر يعني ممكن يبقى مفيد طبعا، مفيد للاسماعيلي. كابتن طبعا حسام طبعا مدرب كبير، عنده بس خبرات في اقصد الدوري المصري برضه، الامكانيات بقى والقلق اللي دايما اداره الاسماعيلي مصدراه. ده حقيقة. ما هو الموضوع لازم استقرار، أي مدير فني يشتغل باستقرار الأمور بالنسبة له هتبقى أحسن بشكل كبير. أنت النهاردة برضو الكابتن حسام دايما هتلاقيه لو ماسك فرقة من أول الموسم الفرقة بتأدي بشكل كويس وبتمشي بشكل كويس، ما وده بيودكش مهم، لحتة اللي ما خد بيودكش بالك، لحتة اللي أنت تبقى قاعد قلقان ومنافسة على بس الهبوط يبقى والكلام ده، ماسك بدأ فترة إعداد مع بادئ الفريق. من بدري. يعني ده لو هيحصل لازم دلوقتي، ده حقيقة. ما تستناش ب 10 15 لا يوم. 10 15 يوم الدوري هيبدأ، بتتكلم في ان احنا داخلين في نص الشهر اهو والدوري كمان شهر، فلازم يلحق يبقى شغال بشكل كويس يعني، ويعمل فترة اعداد ويشوف لعيبة ويختار لعيبة.